بسم الله نبدا خوتي ماكسيمو بارطاجونا. انا مع عمي عبد العزيز دعمونا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. ايها الاخوه الكرام، والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه الذي دفعني اليكم وللحديث اليكم هو أنني أرى وأشاهد وألاحظ هذه الغفلة العظيمة، الغفلة عن الله عز وجل. وإلا قل لي بربك، كيفاش كثر الفساد؟ كيفاش كثرت المعاصي؟ أسمع الله عز وجل وش يقول، وكأن هذه الآيات والله نزلت للتو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم، لا إله إلا الله. والله وكأن هذه الآيات نزلت الآن. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الناس راهي غفلة، الأذن يعذ الناس مازالها في القهاوي، الأذن يعذ الناس مازالها في الصطاد، وهم في غفلة معرضون. أيها الإخوة الكرام، هذه الغفلة هي التي جعلت الناس تقسى قلوبها، ونحن في آخر الزمان. هذا هو آخر الزمان، يفشو فيه الجهل، يكثر الجهل، حتى ولا إنسان بني آدم يموت حرقا، يفشو الجهل ويتخذ الناس رؤوسا جهال. هذا آخر الزمان أيها الإخوة الكرام. على هذيك راني حاب نذكركم، والله الذي لا إله غيره رانا في آخر الزمان خلاص، وما تديروش لمن في هذه الدنيا. رمشة عين قادر تضرب زنزلة، قادر طوفان. اسمع ربي واش يقول، كثرة المعاصي والذنوب هي اللي جيب لنا الهم. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما تديروش لمن في هذه الدنيا. اسمع الله عز وجل واش يقول، لو كان جينا صادقين مع ربي والله ما نعيشوا هذه الهموم وهذه المصاعب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بعثنا وهم نائمون؟ ناس كانت راقدة وضربت الزنزلة، ناس كانت راقدة وشعلت النار. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بعثنا ضحا وهم يلعبون؟ ناس كانت في الصطاد زلزلت الحالة، الناس كانت في الناس كانت برا تلعب شعلت النيران. يا ناس والله الذي لا اله غيره رانا في الايام الاخيره يا ناس. ايها الناس، وهذه المصاعب والمحن راكم تشوفوا الناس نسات كورونا ولا لا؟ لا، نسات وباء كورونا، لان الحرائق نساتنا في وباء كورونا. وباء كورونا نساتنا في الحرائق، والحرائق هذه يا سبحان الله كلمه حرقا. بارطاجوا خوتنا، بارطاجوا كلمات في البحر حراقه. الناس ذقت بها الدنيا خلاص، الناس ولات تهرب. بالله عليكم ايها الناس، وقتاش نتوبوا؟ راح تقوم الساعه خلاص، الناس ماهيش تصلي، الناس راهي تموت وما تعرفش الحقيقه. واخر الزمان راكم تشوفوا الجهل وكثر. مازال الجاهليه تاع قبايلي وعربي، مازال الجاهليه تاع قبايلي وعربي. انا ما نخافش على الشعب الجزائري، والله ما يكل خلوبه قبايلي وعربي وشاوي مزابي، ما نخافش عليهم. وماشي هذا هو الموضوع اللي حبيت نحكي لكم عليه، الشعب الجزائري ما نخافش عليه. يا اخي ربي قال: وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم لادم وادم من تراب. انا مانيش عالم يا خوتي، ومانيش امام، لكن راني نشوف ما كاش ذكر الله، مساجد مغلوقه، دروس ما كاش. ويا خوتي خاصه انتم يا شباب، هذا التليفون هذا راكم جعلته هربا من دون الله. كي رجال كي نسى كي سيدي كي لالا، التليفون هذا ولينا يا سبحان الله. الشباب راه يرقد بالتليفون، ليه كم ناس كونيكتي مع ما راكش تكونيكتي؟ راهي تضرب بالزنزله وانت تكونيكتي يا بنتي، راهي تضرب بالزنزله وانت تكونيكتي يا وليدي. هذا التليفون راه نسانا في ربي، هذه غفله عظيمه. هاو من علامات الساعه فشو والجهل، مازال الناس تقول قبايلي وعربي. ومن علامات الساعه يكثر الفسق العراء. يا ناس اتقوا الله، الرجل ملي يخرج صباح من الظلمه في الخدمه يجي صباح عيان، وليدو راه ما يدخلش حتى الزوج تاع الصباح، بنته ليل كامل تكونيكتي، كيفاش ما يعذبناش ربي يا خوتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا استحلت امتي ثلاثا عمهم العقاب،
إذا استحلت أمتي الغناء على القينات. الشباب اليوم قاعد يسمع الغناء، حتى البنات يسمعوا الغناء اللي كتر في أذنها. لو الغناء رجعك طحان، والزينة الزينة راهي دايرة حالة. برطاجو خاوتي زيد الطلع، أنا مزوجة براجل يكون يكتب معايا يقول طلقني نتزوج بيك. البنات اليوم راهم يتزوجوا صغارات ويطلقوا صغارات. ليه كاملية مع التليفون تكونيكتي؟ ما تعرف طيب لا مسمن لا خلا لا خفاف لا فطير لا كسرة خمير لا بغرير، وبعد يقول لك هاي طلقت. حتى الشباب اليوم ولا ما يثيقش ما يتزوجش، قال لك ما نتزوجش انا مع ما نتزوج. طفلة سيليباتير عندها زوج تليفونات دو بيس. يا ناس حذاري عقاب الله راه جاي. انا مانيش مجنون، 2016 درت لكم فيديو قلت لكم سنعيش سنوات عجاف، فرانا فيها ولا لا؟ لا مانيش مجنون، وقلت لكم سنعيش أزمة عويصة، وقلت لكم سيحل علينا بلاء عظيم. راني نهضب بغضب. واش من حاجه راهي تفرح في الدنيا هذه؟ واش من حاجه راهي تفرح؟ كورونا راهي تدي، الحراقه الناس راهي تحرقه راهي تموت، الحرائق راهي تدي، مازال الناس ما تصليش. امه محمد صلى الله عليه وسلم ما تصليش. حب يعيش كي كي القور يموت كي الصحابه. اقبض اي واحد هنا من الناس الحين. اخي الامين نور الدين واش رايك؟ قول له شكون ربي؟ تعرف ربي؟ عرف لي ربك. ما يعرفش ربي، بصح يعرف ميسي. يا أمة محمد ما بقاش وقت اللعب يا ناس، ما بقاش كرة القدم يا ناس، ما بقاش دوك نتبعوا البالون، ما بقاش نتبعوا الغناء. الغناء يجيب الزنزلة يجيب الطوفان. يا ناس اتقوا الله، رانا في آخر الزمان، رانا في آخر الزمان والله العظيم. راك تشوفوا راهم يتعمروا كاع حابين تزاردي يشعلوها. وربي يهدي رؤساء الأحزاب، كاين زوج رجال وكاين مرأة ما نذكرش اسمهم، نقولهم اتقوا الله، انتم اللي درتوا الفتنة تاع القبائل والعرب. خوتي جميع واحد يشوف الله في بارطاجي. وكاين زوج رجال رؤساء أحزاب، اتقوا الله. الشعب الجزائري هذا وكتاش يتهنى؟ الناس راهي مهمومة. كون عطالحة دوكا نخمو على الدخول المدرسي. كاين اللي طلقت بنته راهي تجارة في الشروعات، كاين اللي وليدو راه حراق، كاين اللي وليدو ما بانش، كاين اللي وليدو راه في الحبس. الخدمة في الشركة تاع اللي بريفي ما يرحمش. الشهر عمرو ما شراكبش. الناس راهي مفتونة، الشباب راهي يروح حراق، حتى اللاعبين تاع كرة القدم راهم يروحوا حراقة. اللاعب هذاك تاع اتحاد الحراش. يا ناس اتقوا الله، اتعلموا معنى لا اله الا الله، وما ينجينا من عذاب الله ولا من فتنه عربي وقبيلي الا ان نعود الى لا اله الا الله محمد رسول الله. فهموا معناها يا ناس، هي اللي تجمعنا. وربي يحفظكم، والله يرحم موتى المسلمين، والله يشفي مرضاهم، آمين. والله يزوج كل العزاب، واللي طلقت مظلومه ربي ان شاء الله يصبرك، آمين. وربي يكون معاك. والرجال من يلعبوا بنسى تزوج وطلق ربي يخرجها فيك. يا مول سيريويت، يا اللي راك تدور من الجامعة الجامعة، يا مول بارتنر، اتقوا الله، اتقوا الله يا صحاب الليون، خافوا ربي. ماذا بيني نحكوا على الدخول المدرسي؟ الشباب راه بلا خدمة، راه ضايع، راه غير مخدرات. حتى ولينا ما نعرفوش واش نحكوا معاهم. أيها الناس، الدنيا ما بقالهاش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة كهتين. الله يفرج على الجزائر ان شاء الله. امين ان شاء الله. ما بقاش يزيد يدق كله خلكم حتى واحد. امين. عانينا في 88، عانينا في التسعينات بركات. امين ان شاء الله. والله الحل الوحيد يا ناس، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا البنات بركه متكونكتي في الليل، امي كلخوا لك الرجال، امي يلعبوا بك الرجال، وانتم يا رجال اتقوا الله في بنات الناس. والله ما بقى لها الدنيا. رمشه عين تضرب زنزله، رمشه عين تتخلط البلاد، رمشه عين يضرب طوفان. يا ناس اتقوا الله، ربي يهدينا ويهديكم. آمين إن شاء الله. ستذكرون ما أقول لكم. يا ناس بارطاجوا، أنشروا هذا الفيديو. عاونونا خوتي، عاونونا. ناس راهي تنشر الأفلام الخليعة، ناس راهي تنشر اللي عجب. ما نقدرش نقول لكم محشمج، هذا فيديو تاع خير يدعي إلى الوحدة الجزائريين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الإنسان كي يموت وين يدوه؟ يدوه للجامعة يصلوا عليه. يا أخي مع الآخر تولي عند ربي، تولي لا إله إلا محمد رسول الله. يا ناس فهموا واش معناتها لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي اللي تسلكنا. ما نخافش عليكم، ما يكلخلكمش قبايلي وعربي. ربي يحفظكم، انشروا هذا الفيديو، بارطاجيوه. والصحافه نقولكم اتقوا الله يا الصحافه، ما تكذبوش، راكم تمدوا اشاعات بزاف يا الصحافه. يا الشعب الجزائري لا تصدق كل ما يشاع في الفيسبوك. البلدان العربيه تخربت ودمرت بالفيسبوك. اقراوا القران، اتعلموا دينكم يا ناس. يا شباب ربي يحفظكم. امين. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله. خوتي بارطاجيو لنا اللايف هذا ماكسيموم مع عبد العزيز، عاونونا باش نشروا الخير ان شاء الله.